أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما ورد في المواقع الإخبارية والصحف العربية، ولكن البداية بالعناوين. منظمات دولية تحذر من وضع إنساني كارثي في اليمن. مواطنون يدفعون رواتب مدرسي اليمن. وفي الأخبار الأكثر قراءة، طفل يذهب لمدرسته بهليكوبتر لتأخره عن الصف. أهلا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين والذي تحدث عن الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في تعز، وقال بأن طفلة قتلت برصاص مسلحي جماعة الحوثي وقوات صالح في مديرية صبر الموادم، فيما توفي طفلان بسبب حصار الحوثيين لمنطقة بلاد الوافي في تعز. مصادر محلية متطابقة قالت للمصدر أونلاين إن الطفلة رسائل صامد عقلان 10 أعوام قتلت برصاص قناص حوثي في أطراف منطقة الشقب شرقي مديرية صبر الموادم، فيما توفي طفلان آخران بسبب عدم قدرة الأهالي على إسعافهم، حيث تفرض ميليشيات الحوثي وصالح حصارا خانقا على عزلة بلاد الوافي شمال جبل حبشي، ويستخدم السكان طرقا وعرة للوصول إلى المدينة، وتستغرق المسافة أكثر من 2 ساعة مشيا على الأقدام. الموقع بوست عنوان في صفحته الرئيسية: منظمات دولية تحذر من وضع إنساني كارثي في اليمن. يقول الموقع: أعلنت 6 منظمات دولية غير حكومية أن الوضع الإنساني في اليمن بات الأخطر في العالم مع تسجيل نسبة مجاعة كبيرة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وقصف متواصل يستهدف المدنيين. وعقد ممثلو هذه المنظمات مؤتمرا صحفيا في باريس أكدوا فيه أن نحو 60% من سكان اليمن يعانون من ضائقة غذائية، وأكثر من نصف المراكز الصحية في البلاد باتت خارج الخدمة، ويشتبه بوجود نحو 20,000 إصابة بالكوليرا. المنظمات الست هي أطباء بلا حدود، كير، التضامن الدولي، الإسعافات الأولية الدولية، العمل ضد الجوع، وإنديكاب إنترناشونال. ليتك مت شبعانا، هذا ما عنونت به الكاتبة والناشطة اليمنية نجلاء العمري قصة طفل يمني مات من الجوع في تقرير نشرته في الموقع بوست، واستهلته بالقول: ماذا يأكل الفقراء المعدمون؟ يبللون الخبز اليابس بالماء ويبلعونه، وعندما يسكت الجوع الذي يسكن في بطونهم يرقدون بصمت. وتابعت الكاتبة: محمد ليس فقيرا وجائعا فقط، بل معاقا ويتيما ويتضور من الجوع في قوته الحقيرة البائسة. لو مررت بقربه لربما ظننته خرقة بالية مكومة في ذلك الركن القذر من الغرفة التي لا تليق ببشر، فكيف بطفل معاق جائع وحزين ويتبرز على نفسه؟ في تلك القرية الصغيرة المسمى النجد مشرع وحنان في تعز ولد ذلك الطفل ككل الأطفال، ضاحكا وفرحا سليما معافى، حتى داهمته الحمى الشوكية وأصبح معاقا إلى الأبد. أي أبد امتلك محمد ذو 17 ربيعا وهو يموت كل يوم، حيث لا يترك الفقر حلما إلا قتله. لو استطاع الحصول على جلسات العلاج الطبيعي لكان الآن يركض على قدميه، يقفز بين أنحاء القرية ويثير الضوضاء كأقرانه. وقبل أن يبلغ 7 ترحل أمه بمرض ما ويهجر أبوه المنزل. كم مرة مات ذلك الطفل والأحباب يغادرونه وهو باق كجرح مفتوح لا يأبه له أحد. يقدم منك الموت كل يوم قضمة أيها الصغير الحزين، وأنت لا صوت لك ولا قوة تحاربه بها أو تصرخ في وجهه: كف عني، قد تكسرت النصال على النصال. لم يكفي الموت يا محمد، يمر عليك كل فينة وأنت نائم كحلم يسرقك ويمضي. تبكي لكن لا أحد يرى دموعك أو يسمع صوتك، أنت تتحلل بصمت وتتضاءل كل يوم أكثر. الأطفال من حولك يركضون ويكبرون
وأنت تصغر وتزداد سكونا وصمتا. واليوم مر الموت أيها الصغير وقضمك مرة واحدة، تموت وعظامك بارزة من الجوع والقهر والكمد، تغمض عينيك وأنت تحلم بقطعة خبز أخرى مبللة بالماء. لما لا تحلم باللحم، بالأرز والفواكه؟ كيف صار الحلم مستحيلا وثقيلا ويبعث على البكاء؟ يا محمد، الليلة ينام الكثير من الناس في العالم متخمون، ليتك مت متخما كي لا نموت من الخزي والعار. تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات من قبل المواطنين للمطالبة بحقوقهم، ومن ذلك ما نقله موقع الوحدة وينت بأن موظفي شركة النفط بدأوا تدشين برنامج تصعيدي احتجاجا على تردي أوضاع الشركة الخاضعة لسلطة الحوثي وصالح. ونفذ العشرات من موظفي الشركة وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء، ثم انطلقوا في مسيرة الراجلة إلى مبنى مجلس النواب تلبية لدعوة بيان مجلس التنسيق اللجان النقابية بشركة النفط. مصدر نقابي قال بأن ممثلا عن بن حبتور رئيس حكومة الانقلاب طالب خلال لقائه موظفي الشركة أثناء الوقفة الاحتجاجية بإعطائهم مهلة لتنفيذ ما يطالبون به سواء كانت رواتب أو حقوق، موضحا بأن موظفي الشركة ردوا على ممثل بن حبتور بأن مطالبهم ليست صرف رواتبهم أو مستحقات خاصة، بل عودة عمل الشركة كما كان في السابق لتوفير الرواتب والإيرادات أيضا. وحول حادثة محاولة اغتيال محافظ الضالع فضل الجعدي، قال موقع المشاهد نت إن أجهزة الأمن بالضالع تمكنت من إلقاء القبض على 4 شباب متهمين بمحاولة اغتيال المحافظ. مصدر بمكتب محافظ الضالع قال الأجهزة الأمنية تعرفت على المتهمين 4 الذين حاولوا اغتيال المحافظ الجعدي أثناء التحقيق معهم في مبنى إدارة أمن المحافظة. وأوضح المصدر أن 3 من الشباب المتهمين هم من أبناء المدينة، والشاب الآخر من قرية الحود الواقعة شمال محافظة الضالع. فيما قال له بعنوان ما أشبههم بإسرائيل، كتب محمد عبد الله القادري في موقع المشهد اليمني مستعرضا صنوف المعاملة السيئة التي تمارسها الميليشيا بحق الأسرى، وساردا قصة على لسان أحد أفراد الميليشيا من معارفه والذي صادف أنه كان أسيرا لدى المقاومة في محافظة الجوف، وقال قال لي إنه شارك مع الميليشيات الإنقلابية في الضالع، وكان قائده شخصا يدعى أبو جهاد، وفي إحدى أيام المواجهة تم أسر 16 شخصا من أبناء محافظة الضالع والزج بهم في أحد المباني التي اتخذتها الميليشيات سجنا للأسرى، وكان هذا الشخص نفسه من ضمن حراس ذلك المبنى، وأمرهم قائدهم أبو جهاد ألا يعطوا الأسرى مياها يشربونها، فاشتد عطش الأسرى وظمأهم ولم يستطيعوا أن يناموا، مما دفعهم إلى إحداث ضجة. كانوا يطلبون الماء، فذهب إلى قائده الذي كان نائما في إحدى غرف المبنى وقال له إن الأسرى أحدثوا ضجة في السجن بسبب الظما، وأرادا أن يستأذنه بإعطائهم الماء لكي يروا عطشهم ويناموا، ولكن قائده قام من نومه غاضبا وهو يقول فوضى في السجن، ثم توجه لغرفة الأسرى، وحينما دخل عليهم أمرهم أن يقوموا صفا واحدا، ثم جعل كل شخص منهم يدير وجهه نحو حائط الغرفة، ثم أخذ أبو جهاد سلاحه الكلاشينكوف وأطلق رصاصتين لرأس كل أسير حتى سقطوا قتلى جميعا، وامتلأت الغرفة بالدماء. ثم غادر أبو جهاد وهو يقول هذا هو الحل المناسب معهم وكذا نؤدبهم، ومن الآن ما فيش فوضى يا دواعش. ثم قال لي إنه من تلك الليلة تراجعت جبهات الميليشيات في الضالع وما استطاعت الصمود والمواجهة أكثر، ولم تمر سوى 4 أشهر حتى قتل ذلك القائد الحوثي أبو جهاد عبر غارة جوية لطيران التحالف. قاطعته قائلا وأنا مذهول محدق بنظراتي إليه، هل تحدثني عن إسرائيل التي تحتل فلسطين؟ فرد علي والله ما أخبرتك إلا بما شاهدته وعايشته. ثم حدثني بعدها عن موقفين آخرين لن أذكرهما هنا، وسأتطرق لهما في مقالات قادمة.
إلى موقع الصهاريج نيوز والذي عنون في صفحته الرئيسية: مواطنون يدفعون رواتب مدرسي اليمن. وفي التفاصيل يقول الموقع: يوما بعد يوم يصبح وضع التعليم في اليمن أكثر سوءا بسبب طول فترة انقطاع رواتب المدرسين، خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين التي تعد ذات كثافة سكانية كبيرة. مصادر تربوية ذكرت أن العشرات من المدارس الحكومية في صنعاء تعيش حالة إضراب غير معلن مع استمرار تغيب المدرسين بغالبيتهم وحضور قلة إلى المؤسسات التربوية. في سياق متصل، تنشط بعض مكاتب التربية في البحث عن متطوعين ولو غير مؤهلين لسد عجز المدرسين المتغيبين في عدد كبير من المدارس. الواقع نفسه ينسحب على الريف اليمني، غير أن ثمة جهودا مجتمعية فريدة من نوعها برزت في عدد من القرى لمعالجة المشكلة، على غرار تولي جمعية الفجر الخيرية في بلدة حبابة في عمران دفع رواتب المدرسين حرصا على استمرار التعليم في البلدة. الأمر نفسه سجل في قرية بيت الدعيس في إب، وفي إحدى أفقر المحافظات اليمنية ريمة، أطلق أهالي قرية الأكمة مبادرة وراحوا يجمعون المال من القرويين الميسورين لتأمين رواتب مدرسي مدرسة المناضل أحمد الضبيبي. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العربي الجديد قالت بأن عين واشنطن على قاعدة اليمن، لتضيف في التفاصيل: يسلط القرار الأمريكي بفرض حظر على حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات الآتية من 8 دول شرق أوسطية، وما اتبعه من إجراء بريطاني مماثل، الأضواء مجددا على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد تصريحات أمريكية مفادها أن الإجراء جاء بناء على معلومات حول تهديد مصدره قاعدة اليمن. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن معلومات استخباراتية تم الحصول عليها خلال الأسابيع الماضية أفادت بأن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يعمل على تقنيات إخفاء المتفجرات في بطاريات الأجهزة الإلكترونية. وأضاف أن اكتشاف الحكومة الأمريكية بسعي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى استغلال البطاريات وأماكن تخزينها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التجارية دفع أمريكا وبريطانيا إلى حظر حمل الركاب لأجهزة أكبر من الهواتف المحمولة داخل الطائرات خلال رحلات محددة. وكانت أمريكا فرضت قيودا أمنية على شركات الطيران التي تتواجد مقراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حمل أجهزة إلكترونية معهم أو داخل حقائبهم الشخصية داخل الطائرة. صحيفة الخليج نقلت عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قولها إن العالم أمامه فرصة لا تزيد عن 3 أو 4 أشهر لإنقاذ ملايين الأشخاص في اليمن والصومال من المجاعة. قالت اللجنة إنها تحتاج 300 مليون دولار لتمويل عملها في البلدين ومناطق الاضطرابات في جنوب السودان وشمال شرق نيجيريا. دومينيك ستيلهارت مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مستوى العالم قال في إفادة صحفية بجنيف: أمامنا على الأرجح 3 أو 4 أشهر لتجنب أسوأ سيناريو. جريدة الشرق القطرية خصصت افتتاحية عدد الأربعاء ضمن زاوية رأي الشرق لتطورات الأحداث في اليمن، وكتبت تحت هذا العنوان: اليمن نصر قريب. مع التقدم الكبير الذي حققته المقاومة الشعبية وقوات الحكومة اليمنية وإحرازها المزيد من الانتصارات في جبهات القتال من الشمال إلى الجنوب وعلى الساحل، وتقدمها نحو العاصمة اليمنية صنعاء بعد التوغل في مديرية أرحب المطلة على مطار صنعاء الدولي، بدأت علامات ارتخاء قبضة الانقلابيين على الأوضاع تظهر أكثر فأكثر، حيث تم تسجيل العديد من حالات الفرار الجماعي وسط صفوف مقاتلي الميليشيات الانقلابية. ومن بين تلك العلامات ظهور العديد من الاحتجاجات ومظاهر التململ الشعبي وسط سكان العاصمة من ممارسات الحوثيين وقوات المخلوع لعبد الله صالح،
حيث نقلت الأخبار بالأمس عن وقفة التحدي التي نفذتها رابطة أمهات المختطفين بالعاصمة اليمنية صنعاء أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن المختطفين والمختفين قسريا في سجون الحوثيين. والمعروف أن عدد المعتقلين في سجون الميليشيات الإنقلابية تجاوز 4414 معتقلاً بنهاية العام الماضي 2016، بينهم سياسيون وأكاديميون وإعلاميون وناشطون وشباب وفئات عمالية، حيث تؤكد الحكومة اليمنية أن إجمالي الأطفال المعتقلين بلغ 204 أطفال بجانب توثيق 91 حالة اعتقال لأكاديميين وأساتذة. إن بوادر النصر التي بدأت تلوح في الأفق مع اقتراب الجيش اليمني من صنعاء هي بالغة أمرها بإذن الله، ذلك أن المعركة هي بين الحق والباطل والنصر فيها حتما للحق وللشعب. عالميا، قالت شبكة البي بي سي بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 40 على الأقل عندما دهس مهاجم المارة بسيارته على جسر بالعاصمة البريطانية لندن، ثم طعن شرطيا قبل أن تقتله الشرطة بعد عبوره البوابة الخارجية لباحة البرلمان. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وصفت الهجوم بأنه يستهدف قيم الحرية والديمقراطية ومحاولات هزيمة القيم البريطانية. السلطات البريطانية أعلنت نشر قوات إضافية من رجال الشرطة مسلحين وغير مسلحين في إجراءات وقائية، بينما أبقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على مستوى التهديد الإرهابي عند المستوى خطير، وهو ثاني أعلى درجة تهديد. صحيفة القدس العربي عنونت في أخبارها الأكثر قراءة: طفل يذهب لمدرسته بهليكوبتر لتأخره عن الصف. تقول الصحيفة: تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح لقطات غير عادية لطفل يعيش في حي راقٍ بأوكرانيا، تم تصويره وهو يهبط من طائرة هليكوبتر بعد أن تأخر على الصف، ما أثار دهشة المارة عندما رأوا الطفل يهبط من الطائرة ويجري في موقف السيارات للحاق بالصف الدراسي. ويقال إن الصبي هو ابن أندري بلشيفسكي نائب وزير الرياضة السابق لأوكرانيا، ولم يعلق حتى الآن على الحادث، لكنه أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد المستخدمون سلوك الأب بأخذ ابنه إلى المدرسة بطائرة هليكوبتر. الكاتب والوزير الأردني السابق صالح القلاب كتب مقالا مطولا تحت عنوان ورقتان، إحداهما شفوية تطرحان حلا مرفوضا للأزمة اليمنية. المقال استعرض فيه الكاتب المبادرات الدولية المتعلقة بالأزمات العربية المتفاقمة والملتهبة، ومنها الأزمة السورية والليبية واليمنية، وكيف أنها لم تحرز أي تقدم فعلي ولو بمقدار خطوة. يقول الكاتب: ربما يكون الأمر مجرد توارد خواطر، وهذا مستبعد جدا، اللهم إلا إذا أردنا أن نرش على الحنظل سكرا كما يقال. فالوثيقة أو الورقة أو خريطة الطريق الجديدة التي حملها إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الشرعية اليمنية، والتي رفض الرئيس عبد رب منصور هادي تسلمها، كما رفض استقبال حاملها لأنها كما قال وكما قال مساعدوه ليست إلا نحو مزيد من اللاشيء في اليمن، تبدو وكأنها نسخة كربونية عن الورقة التي كشف النقاب عنها شفويا علي ناصر محمد على هامش اجتماع فلسطيني انعقد قبل بضعة أسابيع في مبنى الجامعة العربية. تنص ورقة الرفيق علي ناصر محمد الشفوية التي يبدو أنها وصلت إلى جهات ودول كثيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى بعض دول الخليج ومصر وإيران على رحيل علي عبد الله صالح ومعه 120 من كبار أعوانه، وعلى أن يحل محله في رئاسة حزب المؤتمر العام ابنه أحمد، وتنحي عبد الملك الحوثي ورحيله وتحول الحوثيين إلى حزب سياسي، وبقاء الرئيس عبد رب منصور هادي وإن كرئيس شكلي إلى حين الاتفاق على رئيس جديد للدولة يحظى بمباركة واتفاق الجميع. وهنا فإنه من الضروري الإشارة إلى أن رئيس المرحلة الانتقالية هذه الذي سيكون عليه إن ليس إجماعا فشبه إجماع
هو أحد كبار المسؤولين السابقين في اليمن الجنوبي حسب علي ناصر محمد، وهذا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وهكذا فإن هناك ما يدل على أن هناك مناورة ولعبة سياسية هدفها تفكيك الشرعية اليمنية كمكافأة واضحة للإنقلابيين. يحتفل ما يقرب من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بعيد الربيع النيروز بحسب الأمم المتحدة، حيث احتفل هذه السنة مئات الملايين في غربي آسيا بهذا العيد. نتابع معكم بعض من صور الاحتفال التي نشرتها شبكة البي بي سي. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.